الحكايه الثانيه او الثالثه غريبه شويه، وارجوكم اسمعوها بهدوء. في مسلسل كوري موجود على نتفليكس، منصه اللي هي المنصات اللي بتعرض، اسمه لعبه الحبار، سكويد جيم. المسلسل ده مصنف على 18 سنة، إنه اللي يشوفه يبقى عنده 18 سنة. المسلسل ده قلب الدنيا، واضح إن إخواننا الكوريين قرروا إن هم يكسبوا في كل حاجة، كوريا الجنوبية. طبعًا حضراتكم عارفين كان عندهم الفيلم بتاع الطفيليات أو البارازايت اللي كان واخد الأوسكار، وعارفين طبعا انه الفرق الموسيقيه بتاعتهم بقت مكسره الدنيا، فجم راحوا عاملين مسلسل. المسلسل هو مصنف تحت 18 سنه، ليه؟ لانه قايم على فكره اللي هي شفناها في افلام كتيره، وور جيمز وبتاع وهانجر جيمز، اللي هو فكره ان انت تلعب لعبه ولو ما كسبتش تتقتل او تموت. والمسلسل ماشي في الموضوع ان هي اللعبة دي اللي هي لعبة الحبار دي اللي كانت موجودة كان بيلعبها الاطفال، وبعدين لما كبروا وبقوا مش عارف في الاصلاحيات وفي السجن. المهم المسلسل فيه قدر كبير من العنف، وعلى فكرة دي مش مشكلتي خلاص، لان هو موجود جوه منصة بتعرض انه لو سمحتم اللي مسلسل ده الناس اللي تتفرج عليه ما تعديش ال 18 سنة، مش ده اللي مضايقني. خلاص؟ ووارد جدا إن أي طفل في أي بيت لو هو ما عليهوش رقابة معينة أن يشاهد مسلسلات فيها مشاهد جنسية، فيها مشاهد عنف، لو ما فيش رقابة، لأن هو بيقول لك من الأول إن المسلسل ده بيكتبه كده، هو ليه ب 18 سنة أو 16 سنة؟ بيقول لك والله أصله فيه عنف، فيه جنس، فيه أي حاجة. فالمسلسل ده مكتوب عليه، ولذلك اللي يشوفه بيتفرج عليه على مسؤوليته لو هو فوق ال 18 سنة، ولو أصغر من 18 سنة دي مسؤولية الناس اللي عايشة مع الشباب أو الأطفال اللي موجودين فيك. مش دي القضية، مدارس كتيرة جوه مصر وبره مصر، عشان بس في ناس متخيلة إنه يعني إن حاجة مصرية، لا، جوه مصر وبره مصر ابتدت تبعت لأولياء الأمور لو سمحتم خدوا بالكم من المسلسل ده، وخدوا بالكم إن العيال يعني ما تتأثرش بيه. مش دي القضية برضو، شوف قد إيه بقى، يعني في مدارس أجنبية في مصر بعتت، في مدارس في إنجلترا بعتت، في مدارس في أمريكا. مش دي القضية برضو، القضية إيه؟ إنه من كتر نجاح المسلسل ده، المسلسل ده الراجل اللي كاتبه من 10 سنين وكان بيدلل عليه في أي حتة تاخده محدش خده، فجأة خدوه والراجل كسب ملايين ومشاهداته بالملايين دلوقتي. برضو مش دي القضية، إيه القضية يا عمرو؟ القضية إنه ألعاب الأطفال الصغار العادية اللي عندهم روبلوكس والحاجات دي، اللي عندهم 6 سنين و7 سنين و8 سنين، ابتدى يدخل جواها كاركترز او شخصيات من المسلسل ده. على فكرة دائما كان المسلسل يعني الجيم يتعمل ويتعمل فيلم، او الفيلم لا، المرة دي المسلسل اتعمل وتحول لجيم عند العيال، فالعيال الصغيرة بقى بيجي لها الكاركترز اللي هي بتقوم بالقتل، اللي هي بتقوم بالعنف جوه الالعاب بتاعتهم. يعني دائما في الالعاب بتاعتهم يبقى عنده ويني دابو، عنده مثلا باني رابت، حاجات اللي هي تناسب الاطفال. ولكن العاب الاطفال الان بقى فيها حاجه من العاب او لعبه الحبار او سكويد جيمز الموجوده، او سكويد جيم اللي موجوده في نتفليكس. طبعا ابتدى يبقى في مقالات بتتكتب دلوقتي انه ازاي بقى في تفضيل للمكسب المادي على اهميه الطفل، في تفضيل للمكسب المادي على
تربيه النشأ وعلى ان هو ما يشوفوش اشياء فيها عنف. هتقول لي ما هو موجود، ما هو متاح، انا عارف، ولكن لازم لما يتسلل لحضرتك جوه جيم عادي وانت ابنك او بنتك وهم بيلعبوا الجيم ده، انت بتبقاش شايف فيه ايه جوه، انت سامع اصوات. على فكره الروبلوكس والحاجات دي والبتاع ده انت بتبقاش شايف، هو قاعد او قاعده بتلعب وبتقول هي حاجات او هو بيقول حاجات وانت مش عارف هم بيقولوا ايه بالظبط او بيعملوا ايه او بيشوفوا ايه، لان انت قاعد. اغلبنا مبسوط ان العيل ملهي او بيلعب اي حاجه وخلاص، انما اصبحت الشخصيات التي تقوم بالقتل وتقوم بالعنف ابطال في العاب الاطفال، وهي دي مشكلتي انا، مش مشكلتي مع المسلسل. مسلسل يعملوا اللي هم عايزينه، يشربوا دم بعض، يعملوا اللي هم عايزينه، ما دام مكتوب تحذير واضح في اول المسلسل او في النتفليكس او غيرها.